السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، أسعد الله صباحكم. لاحظوا إخواني إشارة الخربقة أو المنقلة، فهي جاءت بأعداد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 أعداد فردية، وجرم واحد خارج عن المجموعة، يعني 11 قبر بتوجيه بهذا الاتجاه، يعني باتجاه اتجاه الغرب، هذا اتجاه الغرب. بسم الله، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تكررت بعد أجران المنقلة، تسعة عشرة إحدى عشر، لاحظوا هذه الصخرة كيف هي وهذا الشكل، شكل القوسي إخواني يشير إلى هذه المنطقة. لاحظوا إخواني إشارات القبور، القبور يعني جميع الرسومات كلها قبور، إشارة القلب عبارة عن قبر امرأة، القبور نحو شكل بس صخر. لاحظوا كيف يعني انهيار التربة، يعني إشارة المنقلة بصفة عامة يعني جاءت بعدد فردي، يعني على حسب أعداد الجرن أتينا حولنا خطوات باتجاه الجرن الخارج عن يعني ذلك المستطيل للمنقلة، يعني بذلك التوجيه نجد القبور. آخر قبر هنا، هذه القبور تنظر مباشرة إلى اتجاه الغرب،